وفي هذا الصدد أشار سعادة الدكتور أحمد سالم العريض عضو مجلس الشورى، أشار في مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها مشروع الخلايا الجذعية للاقتصاد الوطني. صرح المشروع لقانون لزراعة الخلايا الجذعية وقد تمت الموافقة عليه. طبعا قبل طرحه درسته عدة لجان. المشروع طبعا يهم البحرين من الناحية الاقتصادية لأنه يتماسى مع خطة سمو رئيس مجلس الوزراء وولي العهد 2030 بالاستثمار في المجال الصحي. وعندما وافق على هذا المشروع وإن شاء الله توافق عليه الحكومة باستخدام الخلايا الجذعية ستكون عندنا البنى التحتية التي ستشجع كثير من الشركات والمؤسسات العلاجية العالمية والإقليمية للقدوم للبحرين، لأنها تريد أن تتأكد من وجود التشريعات التي تحمي العاملين في هذا المجال سواء مرضى أو العاملين طباء وباحثين.